سفير النوايا الحسنة أو سفير مونديال قطر 2022. غانم المفتاح، لازلتم تذكرون معي تواجده إلى جانب الفنان مورغان في حوار بين الشرق والغرب الذي يدعو إلى تقبل الجميع والترحيب بجميع الاختلافات بين الناس في افتتاح مونديال قطر. هذا الفتى المعجزة خطف قلوب الكثير بعد أن كان نموذجا في تحدي وقهر الإعاقة، فهو كما ترون بدون أطراف سفلية، يعاني متلازمة التراجع الذيلي، ورغم ذلك لغانم شخصية ملهمة للكثيرين لدروسه الإنسانية وتفاعله الاجتماعي. كعادته لم يخيب ظن محبيه، غانم حمل جسده الصغير وانطلق إلى مدينة العريش المصرية تضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب صهيونية بشعة، في رسالة منه بأن الإنسانية لا يمكن أن تمنعها إعاقة أو بعد المسافات. إذن وقبل مغادرة غانم مطار حامد الدولي، اهتم بكل التفاصيل وقدم رسالة مهمة باختياره الصعود على سلم الطائرة بيديه، رغم أن مطار حامد الدولي يعني يوفر مرافق مصممة خصوصا للركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة. نشاهد. غانم جاء إلى مصر وخاصة محافظة شمال سيناء لزيارة المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش لأجل تقديم الدعم لهم ومساندتهم خلال مصابهم الأليم. وخلال لقائه بهم تحدث بقوله: فرحان إني موجود لدعم إخوة الفلسطينيين، فأنتم شعب حر وصامد ونتعلم منكم الشجاعة والقوة، ونحن معكم ولن نترككم. نشاهد لحظات من زيارته. شنو الرياضات اللي تحب تسويها؟ خلاص بنسرح مع بعض ونلعب كرة مع بعض. 10 العب وش؟ 10 العب شامة تامر احكي جوال انا ناصف في البيت. محمد تشرف والله اللي كنت متشوق اني اشوف محمد. الله يطول في اعمارك، الله يجزاكم خير، خارجين من الشر. ضمن يقطعون ولا؟ الله يطول. الحمد لله. الوزيرة القطرية لولا الخاطر في رسالة مؤثرة كشفت أن غانم يتواصل بالحاح لتقديم الدعم لغزة، وأنه بكى بكاء الرجال الصادقين بعد أن علم أن الوفد القطري دخل غزة بدونه أثناء الهدنة. وقد علقت على زيارته للجرحى في مصر بقولها: مبادرة غانم ليست مجرد لقطة عابرة يسجل بها موقفا يقف أمامه الآخرون مهللين، ولا تفاعلا لحظيا مع ترند كما يقال، لكنها حصيلة قناعة عميقة والتزام حقيقي تجاه القضية الفلسطينية، كاشفة عن أنه منذ سنوات يسخر دخله من وسائل التواصل والمحاضرات ومن أسرته لدعم مشروعات كثيرة في فلسطين العزيزة، وعلى رأسها كفالة الأيتام في غزة الغالية. على مواقع التواصل الكثير من التعليقات المشيدة بموقف غانم المتضامن مع أهالي غزة. مهنا الحبيل علق وقال: ربنا يرعاك يا غانم المفتاح ويتقبل سعيك، رمزيتك وعزيمتك أضحت أيقونة عالمية بمعيار إنساني حقيقي، وخاصة في هولوكوست غزة. حبيبي غانم، ربي يسعدك مثلما أسعدت هالأطفال. بنت علقت وقالت: حبيبي غانم ربي يسعدك مثلما أسعدت هالأطفال اللي ما لهم ذنب، وإن شاء الله فلسطين راجعة لأصحابها بإذن الواحد الأحد. أما ماجد عبد الهادي فعلق وقال: غانم المفتاح نموذج استثنائي لقامات سامقة في أمة أقعدها العجز. أما عبد الله علي فعلق وقال: اشهد الله إني بكيت لما شفت غانم المفتاح وهو يحاول تقديم المساعدات إلى غزة بينما صهاينة العرب يدعوهم إلى المؤتمرات والحفلات، حسبنا الله ونعم الوكيل. أمام هذا الموقف المتضامن المشرف نقول لكل قاعد متفرج ما قاله المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا،
كنقص القادرين على التمام. ابذل بالكلمة، المال، الموقف، استمر في المقاطعة وانشر التوعية، قدم ما تستطيع، ولا تنسى الدعاء لإخواننا في غزة، ولا تستهم بشيء فما يتعرضون له لا يطاق. الصبر والثبات والنصر لغزة ورجال.